عشان ما تضحك هدي له ابتسامة يا رجل. نور يا جاسم الجيل اللي بعده نوريات جاسم و رامي التماس المصلحة ما يلعبوا كيف الزياني ترجع الكرة مرة أخرى لا لا مرة حسين مرة محاصر شو واحد يقدر يحط حط دائما الأخبار تصلنا من الكنترول من هناك في مدينة الكرة مرة أخرى لكن مطلوعة من عبد السلام مهند صالح عبد السلام محمد صالح والله يا اولا نحب نشكر الجمهور اللي ساند فينا من اول مباراه لعند المباراه هذه وان شاء الله يواجهتنا في البدايه شوي صعوبات المباراه لكن بمجهودات الشباب والروح الوحده قدرنا نفوز على فريق طموح وان شاء الله طموحنا لصعود الدرجه الاولى ان شاء الله والله كلنا مشكورين وان شاء الله نبو دعمكم في المباريات القادمه العب صورة صح بس نول يا جدي نول يا احمد نول النتيجة هناك بخمسة اهداف مقابل اسيست اما اللقاء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين معكم اللاعب محمد عبد السلام الشنوكي لاعب فريق اول وادي النادي وادي الاخضر اليوم الحمد لله اول مباراة في مرحلة الاياب جبنا ثلاث نقاط فرحنا جمهورنا وان شاء الله طموحنا ان شاء الله الدرجه الاولى ان شاء الله والله الجمهور بارك الله فيه مانسنا في كل مباراه وان شاء الله ما نخيبوا ظننا واحنا المباراه اليوم كانت صعبه ولكن احنا جايين وعزيمتنا في ثلاث نقاط هذه جايين من البلاد عزيمتنا في ثلاث نقاط نروحوا بها وان شاء الله القادم افضل
تنفيذ الكرة محمد الشنوكي. محمد الشنوكي عبد الله محمد رجع الكرة إلى أحمد حسن. أحمد حسن وخلف المدافعين يرحمه يلا يرحمه. أحمد عبد الشريف